السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء. في هذا الفيديو إن شاء الله سنشاهد كيف استطاع المقاتل المغربي التيجاني بسطاطي أن يفوز عن خصمه التايلاندي بيتش في الجولة الرابعة بالضربة القاضية ضمن بطولة أو منظمة غلوري للكيك بوكسين في نسختها 84. قبل أن ندخل في التفاصيل، أتمنى أن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد. كما أتمنى أن لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب لنستمر دائما في نشر المزيد إن شاء الله. غادي ندخلوا في الجولة الثالثة، غادي نشوفوا الطريق ويعتمد على الضربات المضادة للتيجاني. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. غادي يقول لك علاش الجولة الثانية تعطات، يعني عطاو القوضة كلهم التيجاني يلعب يعني الدوتش ستايل. هي كتشوفوا، نعم فوالا، هي الجولة الثالثة. الآن غادي ندخلوا في الجولة الرابعة اللي تلعب يعني بالدوتش ستايل، يعني كيبقى التيجاني بسطاطي هو اللي رابح حتى في الجولة الثالثة. فوالا شي غامر يخلي دائما الخصم ديالو بعيد. فوالا التيجاني، فوالا كنتمنى انه يعني ان شاء الله الفوز لصالح المقاتل المغربي، يدوز المقاتل المغربي التيجاني بزطاطي. مبروك مبروك. هذا المقاتل يعني التايلاندي لعب اكثر من 200 نزال ديالها في رياضة المويطاي، ما شاء الله ما شاء الله. كيك بوكسين في نسختها 84 اللي عطات الفوز للمقاتل المغربي. الروند الثاني هكذا، ثوازيام روند ولا الرابعة. هكذا استطاع صالحه ما شاء الله مع الإعلان الرسمي عن فوز المقاتل المغربي. واي برافو، الله للمرة الرابعة يحافظ على حزامه في منظمة غلوري للكيك بوكسين.